مرحبا. تابنا لليوم هو How to Get On With Anyone للكاتبة كاثرين ستوتفر. حلو بهيدا الكتاب انه بيعلمنا How to Build Connection With Anyone. الكتاب بيحكي عن 4 different types of personalities اللي هني Navigator, Mobilizer, Synthesizer, Energizer. وبيضوي الكتاب كمان على نقاط قوة وضعف كل ستايل. كمان بيساعدنا كيف نحدد Our Own Style والستايل الأشخاص اللي مقابلنا. بالجزء الأخير في مجموعة تيبس كيف نتعامل مع كل ستايل وبيساعدنا كيف نقدر نطبقهم بحياتنا اليومية وبحياة العمل. اللي بيميز هيدا الكتاب عن غيره هو انه في exercises و real case scenarios تقدر تخلينا نفهم أكثر المحتوى. So أي حدا interested انه ياخد his or her communication skills to the next level, I highly recommend this book. يعطيكم العافية.